قابلني كويس اللي هي المقابلة. الاحترام يا أخي، ده احنا عندنا البيت يبقى مفتوح، احنا عندنا في الصعيد عندنا البيوت ما بتتقفلش، البيت طول النهار والليل مفتوح. أنا بقول لكم بيوتنا مفتوحة طول الوقت. أي حد أهل اتفضل يا ماما اتفضل كده. على فكرة في ناس بتلاقي البيت مفتوح بيدخل يقعد، وإنه حد هيخرج له يلاقيه يسلم عليه يقدم له كوباية شاي فنجان قهوة، يقعد وقت غدا الناس بتتغدى وقت كده. عندنا كده في الصعيد. العرب العروبة هي دي، احنا اتعلمنا على كده على فكرة، اتربينا على ده. أنا شفت بيت أبويا وأهلي كده، وكلنا في الصعيد كده. فخلوا بال حضراتكم المقابلة، الكلمة الحلوة، الكلمة الحلوة، كلمة دي بتبقى إيه يا جماعة؟ كلمة حلوة. ده مش أي حد على فكرة، لأ أنا بعني الكلام، بعني الكلام. ده الرجل المحترم الوطني الشريف. على فكرة الإخوان النهاردة عاملين حملة، قالوا إحنا اللي مشينا أحمد الزند، قالوا كده. عايز أقول لكم من امبارح، مين اللي فرحان من امبارح؟ لازم تبقوا عارفين مين اللي فرح، اعرفوا. مين اللي شمت، اعرفوا. وعلى فكرة فيهم ناس كانوا لسه عند وزير العدل لما كان وزير عدل من يومين في مكتبه، تعرفوا الوطو، انا بقول الوطو، كانوا بيروحوا له في الاسبوع مرتين ثلاثة، الوطو برضه والخسة، وبيعملوها معاه، عملوها معاه وبيعملوها مع اي حد تاني اللي فاكر انهم حبيبهم النهارده، يعملوها معاهم على طول في نفس الساعة في نفس الدقيقة. الوطو، احنا عندنا الحمد لله الكرم والشرف. احنا الكرم والشرف، ايه هو الكرم والشرف؟ لا احنا بنخونش الناس، لا نخون ولا نشمت في كل الناس اللي وقفوا مع البلد، ابدا ابدا. اللي ما باعش البلد نقف معاه لاخر نفس، ونقف وراه لاخر نفس. وانا تفتكروا هذا الرجل العظيم اللي رايح جاي في بلاد الدنيا، وفي لحظة كان لا قدر الله وهو وزير دفاع، انه كان لا قدر الله يعني اتخلى عنه في لحظة؟ لا، واقفين وراه بصدورنا وقدامه بصدورنا كمان كمان، لان احنا عارفين عمل ايه. والشعب كله لازم يبقى كده، محدش في لحظة ابدا. اوعى تفتكر هو عايز يعمل فركشة في 30/6، عايزين يعملوا كده بيطلعوا ده الحقوا ده لا، 30/6 تظل 30/6 أعظم ثورة في التاريخ ولن تحدث مرة تانية. هيقفوا مع بعض وكتلة واحدة وكتلة صلبة تدافع عن البلد. كان المستشار أحمد الزند وحضراتكم أكتر مني علما بيعمل إيه ويتصدى إزاي. كان شرارة، نعم تقدر تقول وانت بفمك العالي وصوتك العالي القوي، هو ومين وكل قضاة مصر الشرفاء اللي هنفضل ندافع عنهم، لان هم العدل اللي بننشده، هم الشرف والوطنية والاخلاق اللي وقفوا فيهم. قالوا مش رايحين استفتاء، مش داخلين نعمل محا، رايحين نادي القضاء، الاف نادي القضاء مع المستشار احمد الزند. هم دول قضاة مصر، هو ده المستشار احمد الزند. ده اللي انا مزعلني، ده اللي انا لانه ده ما ينفعش، لا يليق ابدا، لا يليق. انا بقولها لا يليق. ده اللي حد النهارده على فكره، وانا بقول اهو وبقول للدوله، بقول للسيد الرئيس، وانا عارف هذا الرجل محترم مش هيسمح انه يتم تسليم هذا الرجل واسرته للاخوان الارهابيين. هذا الرجل من اول الناس اللي اخواننا ممكن يتروا بكره ولا بعده، ما عندوش حراسة، واتاخدت منه العربيات، او هو اللي مشى العربيات بمعنى الاصح. لكن لا، الراجل ده حقه على البلد وحقه على الشعب، ما يترميش للاخوان. واي حد هدف للاخوان ما يترملهمش، ما ينفعش. وانا بقوله ما ينفعش. حماية هذا الرجل
واجب ومسؤولية على الدولة. مسؤولية على الدولة حماية أحمد الزند وعيلته. النهاردة أحمد الزند هدف لكل الكلاب، وعن الكلمة كلاب الإرهاب اللي هم أي حد بيتصدى لهم النهاردة هو هدف ليهم. بيعملوا النهاردة حملات، ولا أنا قلت لكم طول الحياة ولا تفرق معايا حملاتكم دي تحت الحذاء، حملات الإرهابيين دي تحت الحذاء وهم كمان تحت حذائي. وانتوا انا ما خفتش وانتوا في الحكم، هيخاف النهارده. وعندنا رئيس عظيم، وعندنا دوله عظيمه، وعندنا جيش عظيم، وعندنا شرطه عظيمه، وقضاء عظيم، ولا تهزيني شعره. قسم والله العظيم حملاتكم دي ما تهزيني شعره تحت عزائي، انتوا وحملاتكم. ما انا خفتش مرشدك بيهددني وطلعت على الهواء، مش هددته، قلت له رقبتي، رقبتك هتيجي قصادها. ده وانتوا بتحكم يا ارهابي، هخاف منك دلوقتي ازاي؟ ابقى انا ايه يعني؟ لا، احنا بندافع عن بلد اسمها مصر، وبنساند شعب عظيم في كل حته، من اسكندريه لاسوان، للشرقيه، للسويس، لبورسعيد، لجنوب سيناء، لشمال سيناء، المطروح، لكل حته في البلد. حد عليه ابو شلاتين، كل حته عشان ما ننساش، بندافع عن الناس دي كلها. ابدا لن نتخلى عن رسالتنا. هم عايزين النهارده، لن، انا بقول لكم لن نتخلى عن رسالتنا، الدفاع عن الدولة العظيمة والشعب العظيم. بالعكس، بيزيدونا إصرار وقوة. قضاة مصر يعلموا تماما من هو المستشار أحمد الزند، وغضب القضاة. امبارح كان في بيت المستشار أحمد الزند عدد كبير جدا، هم عارفين كويس قوي دورهم، ولكن الطريقة اللي أنا بتكلم عليها، غضب نادي القضاة من الطريقة، غضب الناس المحبين من الطريقة، الناس المؤيدين من الطريقة. لا أحد على الإطلاق عارفينه قرار سيادي، ولا أحد أبدا ضد أي قرار يصدره الرئيس، لأن احنا بنثق في هذا الرجل ثقة مطلقة. أنا بقوله ثقة مطلقة، عارفين عنده، هو اللي شايف الصورة الوحيدة، يعني الوحيد في البلد اللي عنده الصورة كلها تتجمع قدام الرئيس، فاحنا عندنا ثقة كمان جدا في اللي بياخد صحيح. ولكن هي دي، امتى وازاي؟ ايه؟ كان ممكن استنى يومين ثلاثة، يومين ثلاثة أربعة مثلا، يعني في تعديل وزاري جاي، حصل ايه مشكلة؟ كان ايه اللي حصل؟ وخلاص وزير العدل قاعد في بيته. وعلى فكرة لما كان معايا في حوار في شهر يناير سألته، أو الأفضل بالنسبة لك؟ قال لي أنهي حياتي كمستشار قاضي؟ هنا هو كان قاعد في المكان ده، قال لي كده في شهر يناير اللي فات. على فكرة يعني موضوع، يعني هو على فكرة كان عارف انه في يوم، يعني محدش يا جماعة، والنهاردة وبقولها دايما، الله يكون في عون اي مسؤول النهاردة يتصدى للعمل العام، بيدفع الثمن هو واسرته وقرايبه وعيلته وبلده حتى ومحافظته. والله العظيم اي حد النهاردة لازم يعني يتقولوا له شكرا، اي حد يقبل عمل عام النهارده يتقال له شكرا، ولعيلته شكرا.